أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. هذا مثل باب كيف سيدي فرضت الصلاة صلاة الله فرض يالي في الإسراء في ليلة الإسراء. هبينك ديل منتا سيدي صلاة الله فرض يالي أيوب باب يهي. إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بابك وجوه الرئيو بابك وجوه الرئي هبك يا ندامك يا حكمة كجرت أبواب تسيدي أسوك لهرم الرئي. إمام البخاري رحمه الله تعالى وحسيونا أكسان أسو شرحي حافظك رحمه الله تعالى. باب كان الشيخ وحوق هذا الدونا بل سيدا صلاة مركي وهرب اللو واجب يالي ليلة الإسراء. هبين كلا ديل من أي نبي صلى الله عليه وسلم بل قاب كالله فرد يالي يماشى اللغو فرد يالي صلاة. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحويري حدثني وحي حديث أغري أبو سفيان في حديثه رغلا أيو إيقوش يقو. فقال أبو سفيان وحويري يأمرنا النبي وحنا فري يعني النبي ولجي داه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. صلاة يرنتنا نشاغنونا دورسنا حرامت يمنكرات كأنو كرد دورسنا انت أسونا أمر رسولك صلى الله عليه وسلم. إمام البخاري مركة رحمه الله تعالى حديث كان هران وانكسه وقادني حديث كان ولجي داه وكليه وحوه إنه تلمامه أن الصلاة فرضت بمكة الله عليه وسلم. أي قصة أبو سفيان يا سفر كيسي يا ورئيس كي بقر كي هرقل يا عهد مكة يا رمها صودن دعين مركز شيخ وحرباين وتلمامه صلاة هين لغفر ديالي في عهد مكة قبل الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير ومصري يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث والليث بن سعد المصري عن يونس يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال وحير أنس كان أبو ذر أبو ذر وحوها يحدث مثشاك أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال إنه رسولك الله فرج وحل في ذي عن سقف بيتي قرقي سانقاف كيسي. أي ألف في ذي والحال أنا نقو بمكة في مكة عن كسوغنا هاي. فنزل جبريل ملك جبريل أسود جاي ففرج وحود الله عيي صدري لابت يدي حبت كيجي أيود الله عيي جبريل ومراحيسه وصام ري صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحوى النبي صلى الله عليه وسلم انتو يرانا واتمر لجاح حبت كرسولك صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. حديث كم بخاري نوح النوت المامي إلا جاحي حبتك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ففرج وحود الله عيه ملقي صدري حبتك ثم مركعك بعد غسل ملقي ودغيه صدري حبتك بماء زمزم بيها الزمزم وكدغي ثم جاء وحولي مد ملقي بدست حيرو حيرو داسو من ذهب إن ذهب آه دستك آسو ممتلئ بوحو حكمة وإيمانا حكمة إيمان كبوحة استعمال كالذهب كلا استعمال يحل قاس وقبل تحريمه انت أن الله حرمه أما بعد تحريم هدوا حرام بأنية من الذهب والفضة إلا استعماله حرام ولكن وقبل تحريم إلا عهد مكة لجوغا وتشريعاتك انت بضم بولبا أن لجدين ثم جاء بدست من ذهب ولي من دست قاس ومتليم بحكمة وإيمان لبوحة فأفرغ ووش بي جبريل هو أي ما في الدست وحي حيرده كجري من الحكمة والمانا هاي في صدري حبت كي كل حشبي وحي إيمان يحكمة حيرده كبو حي حبت كمالك يقشبي ثم ركا قاعد أطبق ووض جبريل هو صدري حبت كي سيدي سيصد بولي ثم ركا قاعد أخذ بيدي عنتي دي وقبت فعرج بي وحيلك رأي للسماء فجئت مركز السماء قال جبريل وحوير حزم السماء صدق وحوير افتح قال وحوير ملك من هذا وكما قال جبريل قال وحوير هل معك أحد أديك معك أحد ما هذا يقول السعودة قال مركز وحوير جبريل نعم معي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال مركز وحوير ملك أرسل من الله صدر إليه إلى عروج السماء
samada inuu koro nabiyullaahi maxamed fasax ma loo soo siiyey sala allahu calayhi wasalam. Qaala, markaasuu malaggii wuxuu yidhi nacam. Falamaa fataxa, malaggii markuu furay samadii, calawnaa, waxaan kornay asamaa addunya, samaawidduniyaan kornay. Fa idan waqtigaas rajulu, ninaaba qaacidun fadhiya, oo samaawidunyaba dhex fadhiya. Calaa yamiinihi, ninka midigtiisa waxaa ahaaday aswidatun, madowyaal, waxyaalo madow. Wacalaa yasaarihi, ninka bidixdiisana aswida ahaaday waxyaalo mid madow ah. Idaa waqtigii nadara, ninkaasi uu fiiriyo qibala yamiinihi, midigtiisa jihadeeda markuu fiiriyo, daxika, ninkaasi waa qoslaa. Wa idaa waqtigii nadara uu fiiriyo qibala yasaarihi, bidixdiisa jihadeeda markuu fiiriyana, bakaa, ninkaasi waa ooyaa. Fa qaala, ninkii wuxuu yidhi marxaban binnabiyi saalixi walibni saalix, ayaan soo dhoweeya. Qultu, markaasaan waxaan yidhi marxaban binnabiyi saalixi walibni saalix. Qultu lijibriil, waxaan ku yidhi man haada, ninkan xaalkiis muxuu yahay, waa kuma ninkani oo ninkan sidan ii soo dhoweeyey, oo marna markuu dhinaca bidixda fiiriyo ooyaya, dhinaca midigta markuu fiirinaya qoslaya, muxuu yahay? Qaala, markaasuu wuxuu yidhi Jibriil, haadaa midkani aadamu aadamu, waa nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam. Wa haadihi, tan taasu alaa suwidatu, madowyaalka ah, madowyaalkaasoo can yamiinihi wa shimaalihi, midigtiisa iyo bidixdiisa xaggooda ahaadeenna, nasamuu baniihi, nabiyullaahi aadam carruurtiisa iyo carruurtaas ruuxoodii, wa arwaaxdii wixii faraca ka noqon lahaa iyo ahlujannaahi wixii ahlunaar ahaa arwaaxdoodii ayaa meesha loogu soo kulmiyey. Walidaalika, marka xadiiskani wuxuu tilmaamay xadiisu lisraa alambiyaa axyaa fii qubuurihim, ambiyada inay qubuurtooda ay ku nool yihiin, maxaa yeelay nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam xilligaas habeenkaa nabiga la dheelminayo sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu inoo sheegay inuu hadlay marxaban binnabiyi saalix walibni saalix, uu yidhi weliba haddana idraag inuu leeyahay, oo idraag oo xaaladaha xusniga iyo murugada inuu dareemayo markii kuwa ahlunaarka uu fiiriyo uu ooyayo, markii kuwa ahluljannaha uu fiirinaya uu farxayo qoslaayo. Marka idraag inuu leeyahay, idraagga iyo samciga iyo basarka iyo kalaamkuna waxay ka mid yihiin calaamaatu ruux, ay ka mid yihiin calaamaatka alxayaa, calaamadaha noloshay taasi ay ka mid tahay. Xadiisna waa jira, wa Bayhaqi kitaabkiisa Dalaa'ilu Nubuwa uu isagu ku wariyana waa jira, ah alambiyaa axyaa fii qubuurihim, waaba xadiisba, xadiis nabiga ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam. Fa ahlu lyamiini, meeshan marka culimmada muxadisiintu waxay su'aal iska weydiiyaan, haddee nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nabiganu sala allahu calayhi wasalam inuu kula kulmay samaa'u dunyaa, weliba dhinaca midigta markuu fiiriyana uu qoslayo, dhinaca bidixda markuu fiiriyana uu ooyayuu noo sheegay nabigu sala allahu calayhi wasalam. Marka bal tafsiirka aanu gaarno isaga oo malagu fasiraye, fa ahlulyamiini, oo minhum kuwaa ka mid a ahluljanna wey, wal aswidatu, allatii, madowyaalkaasi, can shimaalihi, bidixdiisa ahadeenna, ahlunnaaru. Fa idaa nadara, hadduu fiiriyo nabi aadam can yamiinihi daxika, wa idaa nadara fiiriyo qibala shimaalihi, bidixdiisa jihadeeda markuu fiiriyana bakaa, markaasuu ooyaa. Marka ulajeedada su'aasha ay isweydiiyaan culimmada waxa weeye, maadaama qofkii arwaaxdii qubuurtaba lagu cadaabayo hadday cadaabka ahl u ahayd, oo qubuurta loogu nicmaynayo hadday nicmada ahalka u ahayd, maxaa samada geeyey wey arwaaxdii? Arwaaxdii maxaa samada geeyey? Marka taasay culimmadu ay ka jawaabayaan, oo xaafidkuna raximahullahu tacaala isishkaalkaasi uu soo arooriyey, ka bacdina sheekhu uu ka jawaabay raximahullahu tacaala. Wuxuu ku yidhi sheekhu, wadaahiruhu, xadiiska muuqaalkiisu wuxuu yahay anna arwaaxa bani aadam oo min ahli ljannati wa ahli naar fi samaa, arwaaxdu inay samada jirto. Xadiiska daahirkiisa hadda saasaad moodi. Wa huwa mushkil, arrinkaasina waa arrin mushkil oo ishkaal dhaliyey. Qaala alqaadi ciyaad, wuxuu yidhi qad jaa, waxaa yimid anna arwaaxa alkufaar fii sijiin, wa anna arwaaxa almu'miniin munacama fi ljanna, jannada in loogu nicmaynayo. Yacnii fa kayfa takuunu mujtamica fii samaa'i dunya, goormaa samaa'i dunya marka la geeyey? Wa ajaaba, wuxuu ku jawaabay sheekhu qaadi ciyaad, biannahu yaxtamilu, waxaa suurtagala annahaa tucradu calaa aadama awqaatan, oo iyagoo maragta arwaaxdii munacama ah oo jannadii ku nicmaysan, arwaaxulkufaarna sijiinkaas lagu cadaabayo, ayaa waxaa dhici karta fii bacdi alaxwaal in loo soo bandhigo nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam. Fasaadafa, marka wuxuu waafaqay waqtu cardihaa, waqtigii lasoo bandhigaayey ayaa wuxuu waafaqay muruura nabiyu nabiga soo mariddiisii sala allahu calayhi wasalam. Wayadulu, waxaa tusinaya calaa anna kownahum fi ljanna wannaar innama huwa fii awqaad, inuu yahay duuna awqaad, oo marka la leeyahay jannaday ku jiraan arwaaxda mu'miniintu, arwaaxda hadda munaafiqiinta iyo fujaarta iyo cusaaduna naartay ku jiraan,
waa waqtiyada qaarow. Waxaa tusinaya qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayhaa quduwan wacashiya, naartaa loo bandhigaa, waa la geliya, alla lama dhihino meesha yacni ku nagaanaya lama dhihine. Waxaa laga cabiray lafdulcardi, in loo bandhigaayo, naartiyaa loo bandhigi, quduwan wacashiya. Wactuurida waxaa lagu bushiyey bianna arwaaxa alkufaar, arwaaxda gaalada laa tuftaxu lahaa, maba loo furaba abwaabu samaa kamaa huwa nasu lqur'aan, sida uu yahay, see lagu furay samada inay koraan. Waljawaabu canhu maa abdaahu huwa ixtimaal sheekha, waa ixtimaal daahiriya. Wuxuu yidhi annaljannata kaanat fii jihati yamiini aadam, jannadu waxayba ka xigtay dhinacdis, wannaara naartana fii jihati shimaalihi, wa kaana yukshafu lahu canhumaa, naarti iyo jannadii labadaba waa loo kashfinaayey oo waa loo faydaayooyey, oo labadaba dhinac, jannaduna waxay ka xigtay dhinaca midigta, naartuna waxay ka xigtay dhinaca bidixda, saasaa marka loogu faydaayo. وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى ملكي وإلى كرة إلى السماء الثانية صمد اللباد فقال لخازنها صمد اللباد خازن كيدي وحكير ملكي افتح فر فقال له خازنها فقال له جبريل خازنها خازن السماء الثانية وحكير مثل ما هذا الوحل مذا هذا الكاس وقال الأول ملكي هرأ ويرف فتح وفر مركة قال أنس أنس وحيري وذكر وحو الشاقي رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يسوى رسولك صلى الله عليه وسلم وجد إنه هلي في السماوات السماوات كهلي آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت لكن ما أوصن سجنن أبو ذر فذكر أبو ذر كيوي قال أنس إلا أبو ذر وحكا قادنا يا أنس وحكا قادنا يا أبو ذر وحكا قادنا يا حديث قال أنس وحكا فذكر وحو الشيخي أبو ذر أبو ذر وحو الشيخ وحديثك يساق وكوري ومن باب رواية السحابي عن السحابي أنه رسولك صلى الله عليه وسلم وجد إنه كهلي في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت لكن أبو ذر ما أوصن سجن كيف سدي منازلهم ديقان ندود إكليهين لكن سماء الدنيا ملك النبي قد ديقان هي سماء الثانية ثالثة الرابعة الخامسة السادسة سيء أكل الدقيهين ما وصن كلا شيغين أبو ذر غير لكن أنه ذكر وحو الشيغي أبو ذر أنه رسولك صلى الله عليه وسلم وجد إنه هلي آدم في السماء الدنيا وإبراهيم نأوك هلي رسولك صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة لابداس بس إعينه لابداس بس أي إعيني أبو ذر إنه رسولك صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا نأوك وافقي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام سماء السادسة أو كوافقي نبي الله إبراهيم انت اسبسوا إعديه قال أنس أنس وحيري فلما مر جبريل جبريل مركو صامري بالنبي النبي صامري صلى الله عليه وسلم بإدريس كبدل بالنبي داس بالنبي صامري بإدريس صامري مركو نبي إدريس صامري قال وحيري نبي إدريس سقنا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت مركاس وحيري من هذا كان نواكما قال مركاس وحيري جبريل هذا إدريس ونبي إدريس عليه الصلاة والسلام ثم مررت بموسى عن صومري فقال نبي موسى سقنا وحيري مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت وحيري من هذا قال مركاس وحيري جبريل هذا كان موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت مركاس وحيري من هذا كان واكم جبريل قال جبريل وحيري هذا عيسى كان ونبي عيسى عليه الصلاة والسلام ثم مررت بإبراهيم النبي الله إبراهيم هذا الصامر فقال وحول نبي الله إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والابن الصالح فير أنبياء رسوشي هراء ترحيب كمركز سمينيين وحي كل واقعين لفظ الأخ مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح لكن نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام يسوي مركز ترحيب كسميني وحو استعماله لفظ الابن لفظ الابن لأنه حوي وأصل بني آدم بني آدم كبن أصل كودي أبوه ديوي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت وحيري من هذا كان نواكما قال وحيري جبريل هذا إبراهيم نبي الله إبراهيم وهي عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم وهي أنليا نبي آدم آها نبي إبراهيم دي نبي إبراهيم وهي لا نبي إبراهيم ساق نفسه ديسو نبي صلى الله عليه وسلم أجداد ديسو وكم ديها يستة وصوبة وقعب ترسادة رسولك صلى الله عليه وسلم نبي الله آدم مركي وهران يساقنا على ابني وعبري مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وعبري سنة نبي الإبراهيم نسيده قال ابن شهاب الزهري وحويري
فأخبرني وحو يقور رمي ابن حزم وحو يشيغي وأبو بكر كان سمري جني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم من باب النسبة إلى جده الأعلى وقوي سفقايا اللهم قدروا لير ابن حزم لكن شيخ وانسوق هذا جني وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم قال ابن شهاب الزور وحو يري فأخبرني وحو يقور رمي ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنسارية عبد الله بن عباس يا حبة الأنصاري لبضع السحابي كان إلى يهانجر يقولان إلى يرهان قال النبي نبي وحي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي والليلة كري حتى ظهرت إلى مركز أن سرمري لمستوى مكان سقناشه أن سرمري إلى مستوى مكان كاسو أسمع فيه مكان كدحديس أن كم غلا يصريف الأغلامي قال ماذا مقادير تلقو قدايو شنقرتو أن كم غلاي qalinkii maqadirta lagu qoraayay qalaf qalaftiisii iyo sawtkiisii ilaa aan ka maqlay heerkaas ayaa yaani kor la igu qaaday inuu yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam labada saxaabi sidaasay riwaayada ku daraan ibn abbas iyo aba habat al ansari qala ibn hazm al sabiq fi al isnad wa anas ibn malik wa hayrahan qala an nabiyyu nabiyyu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam fa farada allahu ala ummati 50 salatan كنتم صلاةات يا أمدي إذا إلهي كفر ديالي فرجعت بذلك المفروض كاس لفرد ديالي أي أندب أولا صلابتي حتى مررت على موسى إلى النبي موسى أنكسوا مري عليه الصلاة والسلام فقال مركز وحير نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ما محيبا فرض الله لك أديك إلهي كفر ديالي على أمتك أمد أدنا كفر ديالي قلت وحير فرض 50 صلاة كنتم صلاةات إلهي صفر ديالي قال وحير نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فرجع إلى ربك أرد ربك أدب قول الله فإن أمتك لا تديق ذلك المفروض أما ذلك العدد علي عددك حسابت أنت أسلأك وكنت صلاة دودة أمت دادة أود أمالها فراجعني دبوه علي النبي الله موسى فوضع مركز إلى هيوحي يقدجي شطرها أي قسم بمعنى القسم اللي رجع إذا شطره بمعنى نسكها لو لم يجي ذو محايا لرواية وحنا قصو تكرري دونا وقصو الله بندونا لفظ الشطري لفظ الشدري يا رواية دحدي كسر الله وأنا مركب بمعنى القسم مو بالولج هذا فوضع وحود الجيه الله سبحانه وتعالى شدرها صلاته قيب كمذا فرجعت إلى موسى نبي الله موسى هذا ندي بكسر الله قلت وحانيري وضع شدرها إلى وحود الجيه صلاته قيب كمذا فقال مركاس وحود نبي الله موسى هذا راجع ربك ربك هذا ندي بقول الله فإن أمتك لا تضيق أمد هذا ولي ما هو عدد كاس فراجعت هذا ديبان ربي يقول لابتي فوضع شدرها صلاته قيبته هذا يقصي دجيه فرجعت إليه نبي موسى هذا ديب قصه لابتي فقال نبي موسى وحيري ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تديق ذلك ربك هذا ديب قول لابتي أمت هذا عددك أولي أود ملها فراجعته ربي يقيان ديب قول لابتي فقال مركاسه ربي وحيري هن صلاته خمس وشن صلاته عددا حق الترد وشن وهن صلاته 50 أجرا حق أجر كنا وحي كيهن كنتن حق عدد كي حسابتنا وشن صلاتات وحي كمتها فضل إلهي سبحانه وتعالى هي الدغض إلهي سبحانه وتعالى هي الرحمة هي فضل إلهي تاسي كمتها محايا لي إلهي سبحانه وتعالى شنتها صلاتات أن تكني إنه إلهي وحو أجر نغو قري كنتن صلاتات نغو تكني أوكالي لا يبدل القول هذا الكنا لما بدي قرص ولا دية أنا قاعد هذه شن تنسل هذا هذا كبعد وحلاقة نص قامين أيوة بدله يا من هو ربي سبحانه وتعالى رجعت وحندي بقول الله إلى موسى فقال وحور مركز نبي الله موسى ولي نبي الله موسى وحور ربا إن شن تهذنا وحلاقة سيدمو يعني وحوي نبي الله موسى نفعنا بعد موتي مركو دنتي كبعد وانا أنفعي على حن وانفعي جهود فربضني شن تانا وهذا أمدي يعني نبي صلى الله عليه وسلم وسوق جارسيه واحد تكنا يا أمة محمد بعشر أيسان دمين أمة محمد عشر أيسان دمين أنت هذا تكنا إيشا مركي أمة دورنا ليس كود دارو أمة النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ما هذا مالين مركي هذه كنتن لقدي لها كنتن ما هذا مالين فرجعت إلى موسى فقال النبي الله موسى وحير راجع ربك ربي قد يقول الله أبو فقلت مركي أسام وحير استحييت من ربي ربي قد يواك حشاد وشنتنا إلى الله هذا مركي يعني وحي قصيدن وانكحشاد ربي سبحانه وتعالى ثم انطلق بي هذا نوى إلى التجي ملقي حتى انتهى بي إلى ويلة جاري إلى سدرة المنتهى جد كسدرة المنتهى الليلة وغشيها وحنضب على جدي ألوان مذبيه مذبيه ده سؤال لا أدري أنا نوين ما هي وحيتها
الوان يعني وترحيبا برسول الله صلى الله عليه وسلم سود وين النبي صلى الله عليه وسلم الله سود وين أيه مذبيح جد كاسي هرؤوسا أولا هين أيها هبين كإلهي كهوية وإلهي كذب الله سبحانه وتعالى ثم أدخلت وحل الجليي الجنة جنة يا هبين كاسي الجليي رسولك صلى الله عليه وسلم فإذا فيها جنة دحدة وحابكوس جنبه حبايل اللؤلؤ جوهرت مدة بعدر بمعنى طوال اللؤلؤ وإذا ترابها عرده هذا الجنة المسك والمسك مسك كان قال جاه وما ركته وحير جاب كل أن كل شو بنينه عرده بل يا مسك إسكاهه عرده الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها إلى أهل كذا نقدر سبحانه وتعالى أنت يلا جاه الدنيا ما أنت يعني عرده بل إسكنه غتي وأدب يا مسك إسكنه غتي إلهي سبحانه وتعالى دغدي سيكمل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي مصر قاها قال وحور عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس الأسبحي إمام دار الهجرة عن صالح بن كيسان المدني وشيخ ابن وحكا قاضي جري زهري انت بضن زهري تابعي قاسي وحكا ورين جري لك هذا وحكا قاضي عن عروة بن زهري تابعي كلا تابعي كلا يساقنا وحكا قاضي عن عائشة قالت وحيت الأمنا عائشة فرض الله الصلاة إلهي وحو فرض إلى الصلاة دي حين وقت يفرض إليه فرضها إلهي صلاة وفرض إليه رقعتين رقعتين حاليهن مركي هر الصلاة هذا ما أنتود لبلاور رقعها ينت في الحضر يوصفر بقى ساسا إلهي لبلاور رقعه ومركي هر بقى وفرض إليه صلاته فوقرت مركة والا السقي صلاة السفر صلاة دي سفر كسيدة دي الله سهره ومركة مسافر ليه هاي لبدا دي لقم بدلين لبدا دي لقم بدلين صلاة دي سفرك وزيد وحل الزياديون في صلاة الحضر صلاة الحضر كأي الوزي زياديو أو الظهر كيو كلافر لقديك عشيه يافر لقديك عصر كنا أفر لقديك سأسأل السميت ولذلك حديث كان وحى قبصدي حنفية له حديث كان حنفية له قبصدي وحيليهن القصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة صلاة إن سفر يعني لقوق جابيو الله ورق على تكذو صلاة دي رباعيها صلاة دي رباعيها الله ورق عين له تكذو وعزيمة رخصة معه يعني هو واجب واجب إليه ما الله لما يستركر لأنه وحيد لشنا يعني رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى ذهي فأقرت صلاة السفر صلاة السفر كذي اللي بدأ ذي رقعه لقى ما بدلي ما دام اللي بدأ رقعه اللي بدلي أنه سيدي مركي هو الله فرض يلي أي كبا قتها يقول اللي بدأ رقعه كبدا لم تكن كر إليه حنا في يده لكن ماذا هبتك لو سد حدها أو إمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام مالك يا أحمد أيقوا حي قبان ورخصة هذا دون تنا ولا ما يشتري كرتا هذا دون تنا وقابين كرتا هذا مسافر تاي ورخصة إليه لكن حنفيه يقوا إليهن وعزيمة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب الصلاة في الثياب هذا متكن باب وجوب الصلاة صلاة واجب نودي وباب يهاي في الثياب ترك اللجوت كذا أي واجب تاي وللشيخ رحمه الله تعالى أبوابتي صلاة كل حجراه وباب كان شيخ مركو كسو شيكي صلاة إن لغو فرد يالي مكة المكرمة إيهابك يالنظام كي اللو واجب يالي صلاة ها أيو ربا شيخ إنو ماشن كب الله ومركة شروط الصلاة صلاة الشروط دي كو شيخ وحوقوه رمري سطر العورة وهابك حافظك نوغو شرحي مقدمة دي يرادو فايدة بضنيد وشيخ أسو سمي كتاب صلاة وكسو سميي كو وحو باللاوي شروط الصلاة وحوقوه رمريي سطر العورة عورد إن لا أسترى إن واجب تايمرك صلاة لتكنا يقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب الصلاة صلاة وجوب كذي أيوب باب يا في الثياب نرك إن قلت كذا واجب تاي وقول الله تعالى إلهي قول كيسا وأباب إلهي خذوا قات زينتكم قرح دي نقاتة بمعنى اللباس اللي لجهده لبس كنا نرك نقاتة ومن باب إطلاق المسبب على السبب ومسبب كي الله إطلاق يده لجهدنا وسببتي لأن الثياب سبب الزينة دركو حي سبب ويهين إناد قرحوناته إناد قرحوناته أي دركي سبب ويهين مرك شيقي دركي ماشي العبر لها أو سببتي سببتي أو دركي لما عبرينه مسبب كي العبر أو نفس الزينة دي نفس الزينة دي خذوا قات الزينة تكم قرح دين ودرك اللي لجده عند كل مسجد مساجد كسته أكتي سكو قات مسجد كانوا لجده اللي قالوا يعني عند كل صلاة اللي لجده يعني مروا البوت كان يسان وحا واجب سطر العورة عورة دين لا أسطر وهو واجب وصلاة الشيخ رحمه الله تعالى انتو سنة حديثة نوشي قنبا آيات داسو سوهر مري الشيخ رحمه الله تعالى
وباب من وأباب وباب من شخصنا وأباب شخص قاسو صلى تكدي ملتحفا حاله يهي إساقو قر واحد سدي في ثوب واحد هل مرو قر واحد سدي يعني التحاف قر واحد سدي أفصمال قر ولوك للدوين يهي ولجيدة وحوة يقوي مركو السان يهي قوي مركو السان يهي لما دي سدرف هذا هل كان ساري مركز انت سيحري الله يغان سوما انت سيحري مركز التحاف الليلة هل مرات كنت كنا ويبنى انت هل مرات كنت كنا لكن بشرط التحاف أما بشرط الشد على الوسط لا والله اسمه يوم كوان سعي هنا التحاف كان سمي سوا هل كان أتكو حرتو سدي عرورة بديها يسوي جيران أكله كروا حس من سنة تلاي أما هديك له بشرط الشد على الوسط أما مرات يسدي معويسات كده قلت معويسات كده دحرت كو حرتت صلاة اللي تكون كلام مرك إمام البخاري رحمه الله تعالى هبك النظام كي بخاري وقوة الجري باب كان حوغا و خلافه و حكو خلاف الشيخ رحمه الله تعالى ماشى ترجمه هان و كربا حديث هان انه يقصو ارورتنا و كربا لماذا يربا انه سكوه فيه مركز باب من صلى ملتحفا في ثوب واحد من تتمة ترجمه نواتهي لفظ الحديث ذا نقصو ارورنا و كربا الشيخ رحمه الله تعالى ويذكر وحال لغا الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى عن سلامة ابن الأكوع صحابه وحال لغا الشيخ أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال انه يري يزر شخص مركو تكنا يو قميص وكنت تكنا يو كليجيس هو قميصكي قميص لفظ الحديث قارد رأي شيخ وسوق أبيه قميصكي قفكو وجلوسين وبدما يجلوس كحرنا قميصك ولو بشوكة ولو كان الزر جلوسين تاسيها بالنقة بشوكة قذحب الله كديك يعني حديث كم حولج إذا إمام البخاري رحمه الله تعالى qofku markuu hal qamis kali uu ku tukanayo surweel iyo kostuma iyo macwiis iyo wax uga hooseeyaysan jirin way banaann tahay laakiin bi shardi zarri wa in zarri loo sameeyo yaani qamiska galisman kan sida qamiska hadda oo kale saas loo xiro waa shardi ila wax kale kaaga hooseeyo ma jiraan way misalada yaani fardigeeda taqdirkeeda qamiski wax kale oo wadato malahan oo kaaga hooseeyo yaani surweel ma jiro macwiis ma jiro kostuma ma jirto waad ku tukan kartaa laakiin waa inaad xirto walaw bi shawkatin rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam قضح بقى الله كده لأنه حوي قميص كوه إسكالي هاي الضوء ما الضوء اللي راه متجاب اللي راه إسكالي هاي وماشان كل اسمان كأنه وان كحرنه ماشى قميص كه دوب فرنية هاي أو حبا أذن حرن عورة هذه ظاهر نقنش لقمة تكون كرمر كسلاة ما سحيس يزره قميص وقفك وجلوسين ولو بشوكة بقى الله كده قضح بقى الله كده وفي إسناده بخاري ورحمه الله تعالى حديث كان إسناد كيس وحاقوس وكان نظر ضاد حاقوس وكان وحديثك إسنادكيسا وقال لقد دوضيه وشيخه يعني نظرك وحولجة إذا حديثك اللقمة كالسونانكر وإسنادكيسا معنى هانتيسا يدوى الصحيح معنى حديثك معناها لقد قادنا إيه مفهومك حديثك هو صحيح وسطر العور وكشاكينون عورادا إن الأسترين يواجب تهي لكن إسنادكيسا وحلق الشيخيه ومن باب الزيادة في متصل الأسانيد أسانيد متصلة هاي الرجل كالي لقو الزيادية تاسو كوع الله إن شاخ رحمه الله تعالى ولذلك وحد لحافظك قوله ويذكر عن سلامة قد بيّن السبب في ترك جزمه به بقوله سببت أجزم يا شيخ وصيغة تمريض وقعبروا يروا ويذكروا إساقب سببت الشيخ وحده في إسناده النظر وقد وصله المصنف في تاريخ أبو داود بن خزيمة بن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة عن سلامة بن لك وقال قلت يا رسول الله إني رجل أتسيد وحنا هنن أقارته أفا أصلي في القميص الواحد هل قميص مكتو كنكرا قال نعم زره ولو بالشوكة مكتو كنكرتا قلوش لكن السقحر قضح بالله كده ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلامة زيادة في الإسناد رجلا وإسناد كاننا أساس اللغو الزيادية ومن باب الزيادة في متصل الأسانيد إسناد كيو متصل وننك للغو الزيادية ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا السلمة فصرح بالتحديث عدي بين موسى والسلمة فاحتمل مركب حسورتك أن يكون راوية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد أسانيد يوم متصل وننك لو سنكو لحجر يعني ننك لو لقصة ودروا حسورتك أو يكون تصريح في رواية عطاف وهما أما تصريح يقف فهذا وجه النظر في إسناده مركب شيخ لي هو نظر كسوغا إلا ذا سؤلج إذا شيخ رحمه الله تعالى ومن صلى وباب من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذن ومن باب تتمة ترجمة أيضا ونظام كي حبكي الشيخ هذا هو خلافه
ترجمدي الشيخ رحمه الله تعالى انتو يعني حديث سورد حقليي واللفظي هادنا ترجمدي دمايستر ايو دب نوغو ديك الشيخ مع ذلك حديث انا ودحي حديث انا ودحي وباب من نوا باب شخص ايو باب يهي شخص قاسو صلى تكدي في الثوب مرض دحدد كتكدي الذي ثوب كاسو يجامع فيه مرضي وح كجماع ايو هوانتيس وكجماع ايو ايو هادنا كتكدو ويبنانتهي ما مددي لم ير فيه في ذاك الثوب مرضى دحدة هدوسا كو أركن أذن بمعنى النجاسة الرجل وحدبه النجاسة ضاد المرضي كو أركن سكستو هو أنت أدو جماعة واتكتو كنكرتا يعني بخاري رحمه الله تعالى حديث كم حول الجيدة يكفي في الظهارة غلبة الظن ظهارة وحا اسك كافنا يا غلبة الظن هذه ظن قاقة غالب اي كوكوتا مرضى اني ظاهر كوتا بس وكتو كنكرتا وأمر النبي نبي وحو أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يدوف بالبيت كعبدا إنه سندواف عريان الروح قاون مرك الدواف كيف هدي اللي يريبا سطر العورة وواجب فكيف بالصلاة يولجد شيخ مرك هل كاس قد ليش صلاتنا محاد مريم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل وتبو ذكي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم من رجال الجماعة أبو سعيد البصري يزيد بن إبراهيم أبو سعيد البصري من رجال الجماعة عن محمد محمد بن سيرين عن أم عدية صحابيتي قالت وحيتر أم عدية أمرنا وحنا لفري أن نخرج الحجة قبلها حيدي إن نصبحنه يوم العيد قال أنت عيد أن نصبحنه وذوات الخدور قال لك كو صاحب كان أن نصبحنه فيشهدنا جماعة المسلمين مسلمين جماعة ذوي حاضران ودعوتهم دعوة المسلمين أي حاضران ويعتزل الحجة قبلها حيث كقوانا وحي كفو قانا يعني عن مصلاهن مصلا النساء الظاهرات دعي لهم ضمير إلا هو أن ظاهرات جروا يقول قوبه إمانا يكتو كناي صلاته تكناي إسلامها مصلاه هذا ماشا يكتو كناي يعني ويكفو قانا يعني قبلها حيث كقوانا قالت امرأة هوين يا وحي تري يا رسول الله رسولك إلهيو إحدانا نقم الدين ليس لها جلباب جلباب ماشا يكو أدو كتكتو ومصلاها يمارك تعيد دعوة المسلمين يوقف قادته ملهن قال وحي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها صاحبتها ذوها ولبستو جلباب كذا ولبستو مركب بخاري حديث كان محور الجهدة حديث كان ماشي وكذا ليش هاي ماشي مدخل كترجمة وكلا ياي حقيقون ولجدة وحوي مربها دي الخروج إلى العيد ورسولك أمري صلى الله عليه وسلم إن درك اللوقات وعورد الله أستره وأمري صلى الله عليه وسلم عيدنا أيتها السنة ويسم واجب هين فكيف بالصلاة المفروضة صلاة الله فرد يا لمحاط مريم وهو أنك عيد أمر يا رسولك صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها محاط مريم مركز صلاته فرد كهيو هل كاسو كده لشنا شيخ رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن رجاء وغدان البصري عبد الله بن رجاء الغداني وقبيل كيسي عبد الله بن رجاء الغداني البصري وحيري حدثنا عمران وعمران القطان عمران ابن الدوار اللي عمران ابن الدوار المشهور بعمران القطان وحكومة قاعدين يا عمران القطان كان يرى رأي الخوارج رأي خوارجته أي عقيدين جري الشيخ رحمه الله تعالى عمران ابن الدوار المعروف بعمران القطان ويستشهد به البخاري في بعض المواضع ما لك وبنونا إمام البخاري رحمه الله تعالى وسوقاته من باب الاستشهاد لا من باب الأصول أصول الشيخ ومسوقاته استشهاد يحجن ومتابعة وحاسو الشيخ انت بضان وادك سدانا وانا مواضع يسيرو حدثنا عمران وقال حدثنا محمد بن السيرين في الرواية دي هرو محمد إبهامك كدكتي تن شيخ محبو كاني إن إبهامك وكساره ومحمد كاللولجي محمد بن السيرين محمد بن السيرين قال حدثتنا أم عدية رواية دي هرو عن عنا يهد تن وحبو كاني من باب التحديث وحجن هدنا تن حوق التحديث كعن عنا ذك حوق بضان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث السابق قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عقد الإزار على القفا في الصلاة هذا مثل كان باب عقد الإزار مع وستي حريد دي أيوب بابيه على القفا قذاتك اللقو حرايو في الصلاة صلاة الدح دي دانا قذاتك اللقو حرايو أيوب بابيه شيخ رحمه الله تعالى ولي شروط دي صلاة دي كل حجرة قارهان سطر العورة أبوابتي حديثي وكحو جناي أيو شيخ ولي كل حجرة بابك شيخ وحوقه دي للدونة هل مرة قفكو مركو كتو كنايو مرة داس هبك يا أسلوبك وكتو كناي هل مرة هدو كتو كنايو شاخو حكولي هاي وحا يعني للسمين قفاها سقادات كاسيدي هادا انت سورة دين اينو كالو ملتحفنتي ملتحفنتي سيان دكو سورة اينو كالو
halkaasaa lagu xiran waayo. Hal mar qofka haduu ku tukanayo way banaanta hal mar in lagu tukado, laakiin shardigaas waa laga maarmaan. Ama haddii kale shadul wasad la sameeyo dhexda lagu xirto sidii macawista oo kale. Waqaala abuu xaasim can sahlin, maxaa loola jeedaa abuu xaasim? Wuxuu noo noqonaa salamat ibnu dinaar. Fasamihi salamata can sahli walashjacii fi dawsi jaa fi naqli ashayu. Waqaala abuu xaasim wuxuu yidhi can sahli ibni sacdin saacidiy sallow maca nabiyi, la tukadeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh saxaabadii, caaqidii usurihim macawisyaalkoodii kuwa xiraya xaalay yihiin, calaa cawaatiqihim garbahoodii ay ku xiri jireen, garbihii ku xiri jireen kulli. Hadda isaarku markaas waa isaar mabsuud oo kala fidsan oo sida hadda u tolan yahaan ahayn amarada sidii go'yi u fidsanaa halkaas. Marka intay isdhaafiyaan labada dhinac, isdhaafiyaan labada daraf, halkaanay ku kulmayaan labada daraf halkaas la isaga xiri. Marka taasaa loola jeedaa. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وسوق هذا الجنة. قال حدثنا عاصم بن محمد ومن نسل سيدنا عمر بن الخطاب أولاد سيو إلى عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ألقى سوق أبترسل. قال حدثني واقد بن محمد وهو الألكي سقنا عاصم بن محمد يواقد بن محمد من نسل سيدنا عمر بن الخطاب عن محمد بن المنكدر تابعي جليل. قال محمد المنكدر صلى جابر في إزار جابر وكدو كذي إزار وكدو كذي معويس وكدو كذي قد عقده حال جابر إزار كأوحري من قبل قفاه قدات كيس جهديس هلكاس وكحري والحال هلكاس معويس كدو كذي ثيابه جابر نركيسيا موضوعة لدجيي على المشجب كتبانك أصغر نربا كتبانك ولي أشاريه ومحوكو أشاري وهذا المحيكو أشاري إنيسا حالة الضرورة خاص كواهين هلك مرين لقوتو كنكرو حالة الضرورة إنه إنسان خاص كوه هينو دركا أغيو كوبوحا واسك بنانتا هالمرين أتكتو كتو. وثيابونا موضوعا لدجيو على المشجبي كتبانكي إساقو دركيسي أيوبوحان وهالكا مرأو كتو كذي. فقال له قائل ماذا وحو كويري جابر تصلي في إزار واحد ما هالمرات كتو كان جابرو؟ فقال مركاسو جابر وحو يري إنما صنعت ذلك أرهن كان واسميي ليراني أحمق مثلك دبال أديقو كلاينو يأركو dabaal adigoo kale aan arko dadka diidayo inkirayo dhahay hal mar laguma tukan karo inay bartaan raba masaladan aan u faa'iideeyo. Waayuna keenne kaana lahu sawbaani laba mar ayuu ahaadeen calaa cahdi nabiy sallallahu alayhi wasallam. Xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam ma asxaabto dhana laba mar wada qabtay dad hal mar kaliya qabay milkigooda hal mar uu ku jiray halka mar isaga tukanayo. Marka masaladan إمام البخاري رحمه الله تعالى هذا خلافنا وإسكت جراه خلاف قاسنا وإسكت ضعيف يا هاي والشيخ هذا حديث كان يباب كان بوكاني بحاجة لخلافه حيسكت جرى عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود سقوا ديدي جرى هل مرة إن لقته كذا وحديه جرى وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض عرك يقول لك أنت ولا حيا بلر كيش هجر هذوره ما جرت هل مرة لقمته كان كذا برجع حافظك لو شاري وحليه فائدة. كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما خلاف كاس خلاف هو قديمه أهاي. روى ابن أبي شيبة وحوري عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد قفك يوسم كنت كنن عبد الله بن مسعود هذا هي وإن كان ثوبك هذا أوسع ما بين السماء والأرض. ونسب ابن بدال ذلك هذا الكاس وهذا نسبة لابن عمر. ثم قال وحوري ابن بدال لم يتابع عليه عبد الله بن عمر لقوم الراعي المسألة. ثم استقر الأمر على الجواز marka ka bacdi laakin dadka kadan wax isku raaceen arintani bananaanta ay bananaantahay. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana Mudarrif Abu Mus'ab Mudarrif ibn Abdullah ibn Sulayman al-Madani wala jada shaykhu qala wa khuru Mudarrif hadathana Abdurrahman ibn Abi al-Mawali Abdurrahman ibn Abi al-Mawali al-Madani an Muhammad ibn al-Munkadir qala ra'aytu Jabir ibn Abdullah ayyan arkay yusalli hal fi thawbin wahid hal mar'u kuntu kanay. وقال وحنا جابر دليل أكينو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب وصقوا هل مر رسولك صلى الله عليه وسلم كنت كنية أيان أركي يري صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. هذا مثل باب الصلاة صلاة أي أبابها في الثوب مرد لقلت كذا ثوب كاسو الواحد كالقساها ملتحفا حاله مدقر واحد سنة به بالثوب الواحد هل كان مر حاله هي سوى قر واحد سنة. شحافتك وحكليها قوله ترجمة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به لما كانت الحديث الماضية في الاختصار على ثوب الواحد مطلقة مركت والله إطلاقي وكيف يده
هي النظام كله سجود الضوء يوم مشي يقنا حديثه وراء أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز ووحو الشيخ الرعسية سقوة المامايا إنه خاص كتا حالة عريريقة أما بوحو ربا إنه كو عبدأيو إنه إسكب بنانتها حتى حالة عريريا يعني إذا انجرين إنه بنانتها ثوب الواحد اللي قلتو كذو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الزهري وحويري محمد بن مسلم الزهري تابعي في حديثه ومن باب التعليق ومعلق إسنادكو حديث كيسي وحكويري الزهري الملتحف ملتحف كو رواه حديث كسار رين وفصل الزهري الملتحف المتوشح ومتك جرواحيت سدي وهو متوشحنا المخالف ومتك إصدافسية بين الدرفيه درفي ثوب مرض اللبدي دقيس أي على عاتقيه لبدي سديك دشي سنة إسكو دافين أيو ومرضي وحوه مركي سدن لإسكو دافسية لبدي الدرفة وحي كل مايان الكاسي كل مايان الكاسي كل مايان marka caatiqayn garab walba wuxuu leeyahay meel deega garabku meesha ka sii hooseeyo xoga xamaaligu u jecel yahay inuu wax ku qaato meesha saacad deeg leeyra hunaanka farqun bayna al katif wal aatiq katifka iyo aatiqana farq ayaa u dhaxay meesha yaro guurano xoga xamaaligu u jecel yihiin inay culayska saaraan halkaas waxa leeyra aatiq leeyra aatiq wa huwa al mukhalif bayna darafayhi ala aatiqayhi wa huwa ma'naha anna wa al ihtimal isduuduubidu ومرضي الله يسكد الضوء على من كبيه حاله يهي ثوبك الله يسكد الضوء لماذا يسكرب حاله قال الزهري وحويري قالت أمهانيا وحيتري التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مرو قرواحي سدي رسولك صلى الله عليه وسلم وخالف رسولك وإسدافسي بين الضرفيه ضرفي ثوب مرض اللبدي دي قيس انت قلنا حيسا أي إسدافسي رسول صلى الله عليه وسلم على عاتقيه لماذا يسدك دشه حال ثوبك يهي وكيف هذا مركع مرضا يعني halka mar qofku markuu ku tukanayo qaabka iyo kayfiyada uu ugu tukanayo ayuu sheekhu xadiiska aanu ugu cadeeyay qaal imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana ubaydullah ibn musa al-kufi qaal hadathana hisham ibn urwata an abihi an umar ibn abi salama wa rabib rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rabibki nabiga sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fi thawbin wahid qad khalafa halu isdafiyay bayna darafayhi darafay thawb qaal imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana muhammad ibn musanna قال حدثنا يحيى محن النغني يحيى هاس يحيى القدان يحيى بن سعيد القدان قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة سابق في الإسناد أنه عمر كاسر النبي صلى الله عليه وسلم أيو أرك يصلي حال رسولك صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد هل مرأ كنت كان في بيت أم سلمة قرق أم سلمة هل مرأ كنت كان رسولك صلى الله عليه وسلم قد ألقى حال الردي رسولك صلى الله عليه وسلم درفي ثوب على عاتقيه لبدي سديق ودش وجرد رسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال وحير عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا حال به ثوب كاسوس كدو الضوبي في بيت أم سلمة أنكو أركي رأيت ذلك تعالج guriga uu muslimaan ku arkay soo marada ku tukanay rasuul sallallahu alayhi wasallam waadican xaalu dajiye rasuul sallallahu alayhi wasallam darafayhi darafay thawb ala aatiqayhi u ku dajiye qala imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana isma'il ibn abi wais al-madani qala isma'il wuhir hadathani malik ibn anas al-asbahi an abi an-nadr mawla umar ibn ubaydillah al-madani wa salim ibn abi umayyah ansumrijin salim ibn abi umayyah abi an-nadr مولى عمر بن عبيد الله المدني أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبر أبا مرة هو إساقنا مولاها أشاق وأبي ندري أبي ندري أشاق أنه إساق أبا مرة هاني سمع إنه مغلي أم هاني بنت أبي طالب وأخت علي بن أبي طالب تقول حال إلاده أم هاني ذهبت إلى رسول الله أن أتقي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة كفرشدي فوجدته رسول كان هلي صلى الله وسلم وبارك عليه يغتسل حال قبيسني والحال فاطمنا ابنته نبي قبدي سيها صلى الله عليه وسلم تستره رسولك يا استر صلى الله عليه وسلم قالت وحيت ام هاني فسلمت عليه رسولك ان سلامي صلى الله عليه وسلم فقال مركاس وحو يري رسولك صلى الله عليه وسلم من هذه تنواتما فقلت وحير انا ام هاني بنت ابي طالب فقال رسولك صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله قبيسك مركو كفارق نوذي رسولك صلى الله عليه وسلم قام استاغي رسولك صلى الله عليه وسلم فصلى
ثمانية ركعات سديت ركعو أيو تكذي رسول صلى الله عليه وسلم وهذا صلاة الضحى ملتحفا حاله يهي رسول صلى الله عليه وسلم مدقر واحد سدي في ثوب واحد نكتو كذي هل مرأ وكليا فلما انصرف صلاة دي مركو كقدومي رسول صلى الله عليه وسلم قلت وحن يا رسول الله رسولك إله يو زعم ابن أمي هو يضي ويل كذي ولا شيء وحو شاكتي أنه إساقو ولا الكي قاتل رجولا نين إنو الدلايو نين كاسو قد حقيقي أجرتو أنو أن بدبادي نين قالو هو أنيق مغنتي ده كسو قلي مغالة ده نين كاسو ربا ولا الكي إن بدبادي إنو الدلو أو ربا فلان ابن هبيراء نين كاو ربا إنو الدلو أنيق قالكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني قفك أد بدبادي سي أمهاني أنقو نوا بدبادي نيو قالت أمهاني وحي تري وذاك وقت قال سديد رجع وتكنا يرسول صلى الله عليه وسلم ضحا في ضحا وقت قال برقدي هذا صلاة الضحى ورسولك صلى الله عليه وسلم وهلك هلك أسمراء وكنت كنا يرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يونس يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المصيب تابعي عن أبي هريرة أن سائلا أيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد كسؤال هل مر ملقوت كنكرا أيا لويدي رسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري أول لكلكم ثوباني لما أنت الموحيد إنسقنا هذا الله بمر وكل قلنا الله مراد ليديهم ملقوت كنكرا قوله أول لكلكم قال الخضاب وحيري لفظه واستخبار وسؤال سؤال النبي كوضا صلى الله عليه وسلم ومعناه هنا الإخبار وعما هم عليه من قلة الثياب ودركوا إنه حل قاسوا يراه ووقع في ضمنه هنا وحكود هذا الكلام لحد سنة وحكود عي الفتوى من طريق الفحوى افتنوا بحيو مسألة دين النبي وعد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول وسقوا الله يا رسول صلى الله عليه وسلم إذا علمتم هداد وقاتين أن ستر العورة فرض وصلاة اللازمة وليس لكل أحد منكم من الثوبان وصنوهان فكيف لم تعلم سوء وقاويسين أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة أي مع مراعاة ستر العورة به وقال الضحاوي حر معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت وحلون نعلها لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا انتهى وهذه الملازمة في مقام المنع وللفرق كالسارد بين القادر وغير غير القادر لكالسارد وهي ظاهر كذا قفك أودا يقفك أن أودين إلا كالسارد والسؤال إنما كان نوحى سؤالك عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة ماهين فإذا روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب لكن قال في الجواب لا يتوشح به هجر واحد سلو ثم اللي يسلي فيه فيحتمل أن يكون حديثين لو حديثين سورتقال أو حديثا واحدا فرقه الرواة إيكالجيين وهو الأظهر ساسان حقوه ولكن وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح شاقي في الترجمة والله أعلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه باب هذا مذكر باب باب إذا وقته صلى وتكني في الثوب الواحد هل مرأ كل هذا قفك دوك تكني فليجعل هيالو بعضه يالو لجهد مفعولك يالا أحد فليجعل هيالو بعضه بعد الثوب الواحد مرضى كريدا قاركيد هيلو على عاتقيه لبدي سديك دشو ده صارو ونظام كي روايده هردا ان كسو مرينيو قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو عاصم والضحاك بن مخلد البصري عن سمر جرن عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي وحوري صلى الله وسلم وبارك عليه لا يصلي احدكم متكين يوسن تكنن وبمعنى النهي الوجه لا دو اسكننا فيه لكن بمعنى النهي لا يصلي أحدكم أحدكين يوسن تكنن في الثوب الواحد هل مرأ وكل جيدا يوسن كتكنن ليس على عاتقيه لبدي سديك دشو ذا حال شيء أصنعاني واسقو لبدي سديك وقربيها أنس دافن مرادي هل كان أنس كدافن يوسن هل مرأ وقفك كتكنن ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه مركا علماء وحيكا هذا الآن oo hadas noocaan sifada nabiga sallallahu alayhi wasallam u tilmaamay in loo tukado mooye sifad labaad kuma banaana miya asabul waahid marka lagu tukanayo ila nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri halka sifu tilmaamo la yusalli ahadukum fi thawbil waahid laysa ala aatiqayhi shay'un oo dhixirkii ma banaana miya hal mar qofka marku tukanayo inuu dhaxdi isaga gaabsado waxba asagoon garbihi iyo garwaaxeedsigi iyo asagoon sameeynin
إمام الخضابي رحمه الله تعالى يسوي حوليه هاي هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني كيفية النبي عديه صلى الله عليه وسلم واستحباب اللولجيدة هي السنة هاني واجب نوم هو لولمجيدة حسر كوبيد وكيفية كالإنه سنبنانين هل كيفية كالإسكبان مرادك وحوي وسطر العورة سطر العورة بأي كيفية يكون حسر ليسه واسكبانانت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحبت المامي من باب الاستحباب والأفضل سيدة فضل قبل محايل قفك هدو مرادي وكنت كان هالكي مرو هدو دحدة كالية كو قابسته ومعويس كالية وكالكتو وحاب بنانانا يا حبت كيسي جسد كيسي قيب تيسي كوري ايا بنانانيس. لكن قفك هدو النظام كان النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم وتوشح وصمعيه يعني هوسنا واسكا استرو ميشي واجب كاهد سنة دينا واسترو حبت كيسي نواسترت كيفية أنا مركع على وجه الاستحباب والأفضل وكو إشاري رسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم فضل بن الدكين قال وحول أبو نعيم حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير المدني عن عكرمة قال وحول عكرمة ما يقال ذي يحيى نعلن يحيى بن أبي كثير قال وحول يحيى بن أبي كثير سمعته عكرمة المغلي أو أمس كنت أما أنا جا وحنا بقى هذا سألته إن سؤالي عكرمة عكرمة أنا سؤالي أما سوى ورك الشيء هي المغلي قال وحول عكرمة سمعت أبا هريرة المغلي يقول حلو لي أبو هريرة أشد وحن كم رغاتي فري أني أنجو سمعت رسول الله هنا المغلي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول حلو لي رسولك قال من صلى في ثوب فليخالف هس نفسي بين الدرفي درفي ثوب وكيف يدرس فضلة وعلى وجه الاستدير رواية هذا الصومر نكلو كيف يدرس فضل البلاو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا كان ثوب ضيقا باب هذا مثل كان باب باب إذا وقته كان الثوب ثوبك مرض ضيقا عريري هذا مرض تهي فكيف يفعل حصة مينا ويباب يهي مرض هل مرو يا وليس عتا حديث هذه روايات كذي كلا قدسناي هل مرو قفك هدو كنت كان أيو هل كي مرنا والبا إسان واسع هين حصة مينا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن صالح يحيى بن صالح الحمسي الحافظ الفقيه قال وحور يحيى بن صالح الحمسي حدثنا فليح بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث قاضي المدينة وغليق المدينة قال وحور سعيد سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن الصلاة يوم ويديني في الثوب الواحد هل مر لقوت كذا أي أن جابر ويديني فقال مركز جابر وحور خرجت مع النبي اللبحي صلى الله وسلم وبارك عليه في بعد أسفاره سفر ديسا قيبا كمدا أي النبي الرعي صلى الله عليه وسلم فجئت ليلة هبينا نئمد لبعض أمري لأجل بعض أمري أرهن كيغا قيب كمدا درتيس أي هبين النبي أئمد صلى الله عليه وسلم فوجدت رسول كيان هلي صلى الله عليه وسلم يصلي حاله تكني والحال علي دشيدنا ثوب مرأيهاتي ثوبك الواحد كالجيسا فاشتملت به ثوبك أيان اسكت دو دوبي هل كي مرة اسكت دو دوبي وصليت إلى جانبه نبي قديني عيسى صلاة ديام كنتو كذي صلى الله وسلم وبارك عليه فلما انصرف صلاة دي مركو كقد دومي رسول صلى الله عليه وسلم قال وحو يرير رسول صلى الله عليه وسلم ما السرع ديلمتك محوية بمعنى ما سبب السرع سببت أدلا صور ديلمتي محيطا يا جابر وأخبرته بحاجتي وحنوغورها من رسول صلى الله عليه وسلم دمتي دي فلما فرغت مركان حاجتي كفارق نغضو هذا الكي أنشيغي قال وحو رسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الاجتمال اسدودو بدن محيته الذي كاسو رأيتو أنوغو آن أركي ومرد قابك اسدودو بيسم حيه قلت وحا ريوري كان ثوب ثوبوي وحماشا كحسلي وكان ذا تاما اسدينا بمعنى وجد أما ثبت أما حسلا عمكم عني كان ثوب مروي وحا كركي كحسلي رسولك إلهي ومرأي يهدو حا اسدودو بي قال مركاس وحو رسول صلى الله عليه وسلم فإن كان ثوبك هدوية هاي واسعا مد واسعة هدوية هاي فالتحف به اسكد الضوبة قرواحيد سوها دي مرضو بلارانت هاي وإن كان ثوبك ضيقا هدو عريرك ويا هنا فاتزر به كل حيرو لحدة كل حيرو وسيدي معويستو كالا لحدة كل حيرو وحبا ما ركتاها كوركها كلا قارسين ما داما عريرك ويا هاي وانا ترجمة دا الشيخ ماشا محل شاهد كيسب انتاسو ماشا بخاري رحمه الله تعالى باب إذا كان ثوب ضيقا فكيف يفعل مرضو هذي عريرة هاي سيلة سمايون يعني ولا جدد وحوي مركل الليلية هاي مرضي كره اللي قر واحد سدوا الضرفينك عاتقينك هلا صاروا مركل الليلية هاي ومرضو هذي واسع تاي
أما مرضي هدا إسكيرت هاي عيري أي تايو مرضي هدا حق أسي جيدو حق هدا أسي جيدو أي صور تقلت هاي بهرضة هذه مركي قار في بعض الأحوال مركي تركوع يسويه إنه يكلب بحده مركي عوردي ببنانك اعتمادي لما يشى مسألة تقدير كده وحوي مركي لما يشى مسارة هل كان مروي مسألة تقدير كده وحوي كسعات مركي هديك أدقر واحد ستمرضنا عيري أي هاي مركي السان أدور ركوع يسيد وكله لبضة دنا يوكل عرر مرضي marka nabigu wuxuu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam war marka garwaaxista aan leeyahay waa marad markay waasiic tahay ama hadii ciriiri jiro ma uu iska dhigto rasuul sallallahu alayhi wasallam fee fiidaas way bukhari waxa uu leeyahay sabay tahay qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana musaddad musaddad ibn al-musarrad قال وحور مسدد حدثنا يحيى يحيى محون نغن يحيى القضان عن سفيان زان الثوري قال وحور سفيان الثوري حدثني أبو حازم عن سهلم كادان سمر سلامة عن سهل فسمه سمي سلامة عن سهل والأشجعي في الدوس جاء في النقل ذي حدثني أبو حازم عن سهل بن ساعد الساعدي قال وحور سهل كان رجال رقى وحي هانجرين وتنوين التنويع يعني وأقسام من الرجال اللي لجده تنوين التنويع قيب الرقة كبير رقة ودن لولا مجهده كان رجال رقة وحي هانجرين يصلون إليه تكذان مع النبي نبي ومعيسى إليه تكذان صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم مع وسيالك وذا كوحري حاليهن على عناقهم لقمه وذا كوحرين كهيئة السبيان عرور تقابك وذا وكالي حاليهن سيدا إلمه أي مارك هل كان أقر واحد سيدان وكالي ساسي سمين جيرين رقى أصحابته كميدة صلى الله عليه وسلم وقال رسولك صلى الله عليه وسلم للنساء هوان كانوا وحكويري مركي حالده سلاسة إتهاي لا ترفعنا رؤوسكنا مضحيالك إن كره أصوى قادننا حتى يستوي الرجال إلى رقوا أي كسنمان جلوسا حالي ففرديان ورقوا إلى أي كسو فريستان أذيكو مضحينا كره أصوى قادننا وحيتو سنة حالده إني أتكيدو يعني مضحي حدي كره أصوى قادن رقيا ولي أن صوى فريسان وحالا قبقى عوردي إني أركان عوردي إن إشو قد عدو تاسع لقبض الله سبحانه وتعالى آمين.